تنصح اللي زيك او اللي بيتفرج علينا يعمل ايه مع الناس؟ يعني كتار موجودين وسطنا، يعني يعملوا ايه مع اللي حواليه اللي بيديله طاقه سلبيه او عايزين يحبطوك؟ تتصرف ازاي مع حاجه زي كده؟ كل ما يضايقوك انجح، يعني هي دي سهلة. ابسط حاجه، كل ما يضايقوك انجح اكتر. هي دي، انا ماشيه بالمبدا ده. كل ما حد يبقى عايز يوقعك، كل ما حد يبقى عايز يضايقك، كل ما حد يبقى عايز يشوفك وانت بتخسر، احرجه بمكسبك. عنيده انت برضه شويه عنيده. لا عنيده في الصح، يعني شويه يعني شخصيتك مش الشخصيات العنيده اللي هي في النجاح. انا الحمد هنجح لله الحمد يعني لله. صعب، بالرغم كمان الظلم اللي انت تعرضتي له في الماتش قبل مظبوط النهائي، للاسف. الظلم اللي كلنا شفناه. والحقيقه ان هو يعني طبعا يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل، بس ان هو جه من حد كان المفروض هو كان يبقى اكبر داعم ليكي، بس ده ما احبطكيش؟ يعني انا طبعا لحظه ما النتيجه اعلنت، طبعا انا يعني في لحظتها حسيت بظلم رهيب جدا، لدرجه ان انا نزلت من الملعب انا بعتذر للمدرب بتاعي، لان سمعناها. يعني احنا اصلا متفقين من اليوم اللي قبلها احنا باذن الله انا رايحه اجيب لك دهب. فكانت بالنسبه لنا صدمه، لان انا واقفه على ان خلاص، يعني انا واقفه اصلا ان الترجيح بتاعي خلاص، انا هكسب الماتش. وصلت النقطة دي يبقى انا انا كنت خلاص. متاكده ان الترجيح بتاعي، حتى اللجنه الاولمبيه الدوليه نزلت تويته قبل ما الماتش يخلص بثواني بتبارك للبنت بتاعه الصين على حصولها على البرونز، خبر ابيض. واتشالت على طول اول لما نتيجه الماتش اعلنت. بتحس انه كان في يعني حاجه مش مظبوطه حصلت، انت مش هو فاهم. حتى المبرر اللي اتقال من الحكم، يعني ان هو مش ما كانش عايز يرفع علشان ما يبانش ان هو متحيز للعرب. طب حكم بالعدل، انا ما طلبتش منك تتحيز لحد، بالظبط، حكم بالعدل حكم بالعدل او يعني. ميداليه. اوكي فطبعا يعني التحكيم احنا مش طالبين حاجه. بالظبط، حكم وكمان بالعدل خلي بالك او اعتذر عن ايوه انك يعني اعفي نفسك من الحرج ده الحرج، واعتذر عن انك تقف خاصة تحكم إن أنت الماتش. رانكك ومستواكي في البطولات اللي قبل كده أنت أحسن، يعني هو ده اللي ضايق الناس. بس عايز أقول لك على حاجة، سبحان الله هو نصيب. الحمد لله هو نصيب، وكمان أنت جايبة لنا ميدالية، الحمد لله الميدالية موجودة معانا الحمد أهي. لله. يعني ولو تفتكر يا جانا، والله العظيم عايز أقول لك كنت معانا على كنت مع الفلوس. حضرتك، إحنا فاكرة؟ فاكرة قلت لك كنت قاعدة في نفس المكان وأنا كنت في نفس المكان، وقلنا لك يا جانا إن شاء الله جيب لنا ميدالية. وما الحمد كناش لله شرطين الميدالية إيه؟ الحمد ما قلناش لله ذهب ولا فضة ولا برونز، الحمد ولكن لله ربنا شاء كده. وانت كنت صاحبه اول ميداليه، يعني يمكن انت اللي فرحتي مصر كلها. الحمد لله. يعني كان نفسي طبعا ان هي تبقى ذهب وافرح المصريين اكتر من كده، بس قدر الله ما شاء فعل وانا راضيه، يعني لا ده عندنا دي نصيب احسن من والحمد الذهب. لله الحمد وعلى فكره لله. هي البرونز لونها القريب من الذهب. يعني ايه قريب؟ لا لا انا بقول ان الميداليه الاولمبيه ملهاش الوان، برافو عليك، هي ملهاش برافو الوان، عليك، ده اسمها كلام ميداليه صح، اولمبيه. اسمها ميداليه اولمبيه. طب قولي لي، بعد ما كسبت الميداليه على طول، اول تليفون جالك مين او اول اتصال؟ انت طبعا في الملعب تهاني وكل ده، بس رحت على تليفونك، مسكت تليفونك، اول حد تواصلت مع مين؟ انا اصلا اول لما نزلت اول حد كنت عايزه اجري برضو اعتذر له وطيب بخاطره هي والدتي. يمكن الناس كلها عارفه ان الله انا عندي 27 سنه وكبيره ودكتوره وكل حاجه، ماما بس انا لحد اخر تمرينه ماما ماما معايا في كل ماما التمارين. ماما يا باشا. فيعني انا كان نفسي ان انا افرحها، وكان نفسي ان انا اجيب لها ميداليه ده. فانا اصلا نازله بدور على موبايلي ان انا اكلم ماما ماما واكلم اهلي. بس طبعا احنا اول لما بنخلص الماتش بياخدونا بنروح على الحته بتاعه الميديا وال كونفرنس عشان بالظبط. تقولوا فلقيت ان انا تصحب. في مداخله مع برنامج هنا في مصر، وببص ان هم متصلين بماما. يعني كانت اول مكالمه بيني وبين ماما على الهوا، قعدت اعيط بقى على حلوه دي، حلوه دي. قعدت اعيط لهم على، عيط يعني انا ايه ده بس بابا على كلمت الهوا؟ طب طب يلا اقعد عادي. اعيط بقى، حاولت امسك نفسي على قد ما اقدر. بس يعني اول بقى لما سمعت صوتها، لان طبعا هي كمان ما لمتنيش على اي حاجه، بالعكس هي كانت مبسوطه مين وفرحانه. يلومك؟ ده انت حاجه يعني ما يعني. ضل عيطني والله، ان لا هي مبسوطه وفرحانه، وان هي شايفه ان انا بطله، وشايفه ان ده ان الميداليه دي بالنسبه لها ذهب. فيعني ده انجاز كبير. مين الحمد بقى يعني؟ لله تخيلي احنا مش احنا يعني لا نملك ان احنا نوجه الا كل يعني عبارات الشكر والتقدير ليكي، ما الحمد بالك لله. والدتك؟ مستحيل حد. ده انت عملت انجاز كبير جدا. اصل هي دايما تقول لي يعني اعملي اللي عليكي ومش مهم النتيجه ايه، يعني انا عندي ان انت تخسري بس تبقي عامله اللي عليكي احسن ما تكسبي وانت مش عامله اللي عليكي، او علشان هو اللي ربنا بس ايه سندك عشان ما تخسريش، اعملي اللي عليكي وكده كده ربنا اللي كاتبه هيبقى هيكون في ظهرك. يعني صح، وربنا اللي كاتبه هيكون. الحمد لله. وخلي بالك انت ما شاء الله قدوه، يعني انت كمان دكتوره صيدلانيه، ويعني الحقيقه اي حد بيفكر يقول لك الرياضه بتعطل، انت بتقولي له دلوقتي لا، ده انا بطله اولمبيه وكليه من كليات القمه الصعبه جدا. هل ده بيعطل فعلا؟ لا انا مش مقتنعه خالص بموضوع ان الرياضه بتعطل عن الدراسه او ان الدراسه بتعطل عن الرياضه. انا شايفه ان اللي عايز ينجح في اي حاجه بيعرف ينجح فيها، انت بس محتاج ان انت تنظم وقتك، وان انت تبقى عارف كويس قوي ان انت حياتك هتبقى مضغوطه ومختلفه،
عن الشباب اللي في سنك، يعني انت ما عندكش وقت للرفاهيه كتير، ما عندكش صحيح. وقت للخروجات، ما عندكش وقت تخسره، ما فيش، انت عندكش ما عندكش وقت اصلا ساعات تمسك الموبايل برافو. علشان تبص شويه على فيسبوك ولا على اي حاجه من الحاجات خلص. دي انت وقتك هو محسوب، انت بتعمل ايه دلوقتي، يبقى انت لازم دلوقتي تبقى بتعمل حاجه دي.